بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي الكرام، هذه خلية الشهد أو الخلية الحمدانية، قمنا بتجربتها آخر مرة في منحلنا وطورناها بالمقاسات الألمانية. صارنا سنين ونحن يعني فترة طويلة ونحن نحاول أن نوصل بها إلى أعلى مستوى، الحمد لله ونجحنا فيها. حاليا هذه الخلية رقم واحد، حوالي 5-6 خلايا راح نبعثن المعرض، حتى نحن مشاركين مع الأخوة النحالين اللي حاب يتفرج عليها أو يشتري منها، عارضينها للبيع. هي تصنيعنا نحن اللي صنعناها بطريقتنا الخاصة بالخشب، منجرة عندي في المؤسسة، يعني شغلنا الخاص يعني في المنحل، وعارضينا وجربوها بعض الأخ، جربها أبو سلطان، جربها نحالين كثر، وأثبتت يعني ما شاء الله فعاليتها، وراح نطرحها بسعر معقول. يعني تروح عند النجار ما يقدر يسويها لك بالطريقة هذه، يمكن يقدر، لكن هل سيستطيع ينفذها مثلنا نحن؟ لأن خليتنا نحن اللي مطورينها، اشتغلنا عليها وعارفين مقاساتها بالضبط ونظامها بالضبط. افتحنا الغطاء، الدور الأول فيه 12 برواز كمرول، افتح الدور الأول فيه 12 برواز، هاي بوابة السروح، شوف هذا الدور الأول فيه 12 برواز. وين الغطاء؟ الغطاء الخارجي، غطاء هذا لنزع الرطوبة، هذا الغطاء شايفينه، هذا لنزع الرطوبة في الدور الثاني، وينتقل تحت للدور الأول في حالة أن الخلية في بداية، مثلا عندي ملكة بلدي جديدة وأريدها تستهدي بنفسها، يعني أعطيها شوية نحل وأقويها وأشوف فعلها في الخلية لحالها، بها تبني نفسها بنفسها، وهذه من أحسن الطرق. شوف قوة وإمكانية الملكات، ما شاء الله بدعت هذه السنة. هذه السنة اللي يريد يشوف فعل هذه الخلية يروح يشوف قطفة خلية الشهد في القناة عندي، ويتابع الفيديو طويل لكن تابعوه، راح تشوفون طريقتين استخدمناها الأشياء هاي، استخدمناها بدون شمع، يعني شهد عادي مثل البراويز هذه، حطينا هنا تشوف 1 ملي تقريبا شمع، شيء بسيط يعني 1 ملي، 1 ملي ونص، 2 ملي، 1 ملي، وبنت عسل الشهد الطبيعي الأورجانيك. طبعا نحن ما نستخدم أي مواد كيميائية، ما نستخدم أي من الكلام الفاضي هذا، عالجنا احنا بالمواد الطبيعية. فمثل ما انتم شايفين هذا الدور الأول فيه 12 برواز، 4. طبعا نحن حاسبين المسافة النحلية اللي راح تكون بين البروازين، شوفوا المسافة النحلية محسوبة يعني لصعود النحل، لأن لازم تكون المسافة على الأقل ما بين 4 ملي، وأفضل شيء 4 ملي إلى 5 ملي، على أساس يكون صعود النحل للدورة الأعلى سهل. الملكة البلدي راح تنتعش في هذه الخلية، هذه الخلية صممت لمدينة العين للمناطق الجافة. بالنسبة للمناطق اللي فيها رطوبة وعلى ساحل البحر ممكن يسوون لها فتحة سفلية يعني بسيطة، 5 سنتي في 3 سنتي مثلا، أو ممكن يسوون لها فتحات تهوية من هنا، فتحتين مع فتحتين في الخلف مع الغطاء الخارجي مع التهوية البوابة، أعتقد أنه كافي لنزع الرطوبة في المناطق اللي مثل الباطنة ومثل دبي ومثل الإمارات الشمالية، المناطق يعني اللي قريبة من ساحل البحر رطوبتها مرتفعة. وأنت أعرف أنا أتكلم عن مدينة العين، ناجحة بامتياز. شاهدوا خلية الشهد، قطفة خلية الشهد، تابعوا الفيديو كامل، استخدمناها للشهد، ووحدة ثانية وثنتين عملت عليهم تجربة، حطيت معاهم شمع أساس. كل خلية، هذه الخلايا اللي حطينا فيها شمع أساس، كل خلية طلعنا منها 10 كيلو في أول قصة، أول قصة 10 كيلو، يعني من خليتين طلعنا إجمالي 20 كيلو بمعدل، لو قسمناه على خليتين
10 كيلو. فلهذه فلنفرض ان قيمه الخليه هاي 400 درهم. حسب انت ال 10 كيلو جابت لك فلوس الخليه وزياده من اول موسم السدر. اذا لقيت هذه الخليه مرزوم قوي على دورين، انا اكد لكم ان شاء الله يمكن تقص منها 3 قصات في السدر ومختوم اذا في شمع اساس، مختوم اذا تبى صبيب. واذا تبى شمع طبيعي بدون شمع اساس، يعني ما تبى صبيب، شمع طبيعي، بعد اعطاه مرزوم قوي المرزوم فيها وباذن الله امورها طيبه. او يكون عندك نحل بلدي قوي يعني عبر الصيف ومهتم فيه ومبتعد عن الادويه الكيميائيه لان هي ضاره جدا جدا. ارفع هذا الدور الثاني مثل ما تشوفون. الحين هذه الخليه اليوم راح تنتقل الى معرض حتى للعسل في محلنا مؤسسه انوار المدينه للعسل والنحل ومنتجاته. بتلقون مكتوب على المحل مؤسسه انوار المدينه لانه اختصروها هناك حتى، وما قصر والله محمد البدواوي والجماعه اللي عنده قاموا مجهود كبير من العين وضواحيها، يعني نرفع لهم اسماء ايات التقدير والشكر على المجهود اللي قاموا به. طبعا اللي اريد اقوله، نحن عندنا عسال هناك عارضينها، اسعارنا شوي يمكن مرتفعه لكن اعسالنا اورجانيك. انا اتكلم عن منحلي، ما لي علاقه بالناس الثانيين. في اسعار سمعت عنها تعرض، هذه الاسعار غير طبيعيه بالعربي، يعني غير طبيعيه، يعني ما مش معقوله. يعني سدر بمبلغ وقدره زهيد، هذا كلام يعني مفروض ان الجماعه اللي هناك اللجنه المنظمه تلتفت لهذا الامر، هذا مش طبيعي. يعني 1000 مليار% مش طبيعي. يعني سيارة مرسيدس قيمتها 450 ألف، أقول لك تعال شلها ب 150 ألف جديدة بقراطيسة، وش بتقول عني، مينون ولا صاحي؟ مينون. كيف عسل نقي أورجانيك يباع بهذا السعر الزهيد؟ وكأن النحال لا يتعب ولا يشقى وطول العام مع النحل ويطلع منتوجات شفائية. عالجنا الحمد لله بهذه الأعسال حتى السرطان، الناس شفيت منه ببعض الأعسال، ويمكن إذا الله سهل هذه الأنواع من الأعسال. وصلنا تقرير الأول من المختبر الحمد لله ممتاز، باقي النوع الثاني وعدونا فيه الخميس بنشوف، وبعدين في فحص أصلا في حتى النوع الثاني انا ما تكلمت عنه، انا تكلمت عن الاي جريد، البي جريد قصه ثانيه. راح اتكلم عنه ان شاء الله في فيديو خاص البي جريد وخواصه وفوائده. اما الاي جريد يعالج امراض الكبد، يعالج القولون، يعالج الجرح في القولون اذا كان يدمي، يعالج مضاد قوي للسرطان بل وشفيت حالات من السرطان، يعالج الكحه المزمنه، يقوي المناعة، وتكلمت أنا عن الموضوع هذا سابقا. على كل في ناس تقول يعني ان العسل، يعني كيف العسل يسوي كل هذا؟ الله يقول شفاء يا اخي، انت صدق ولا الله؟ فيه شفاء للناس على درجة يقينك وإيمانك بالله وتصديقك لكتاب الله، الله يجعل لك فيه شفاء. أراد الله شفاك وما أراد الله ما شفاك، كأنك ريال من هالخير أبشر بالخير أن الله بيشفيك، كأنك إنسان طايح في من اللي يعني ايش أقول، يعني بعد الله قادر يشفيك عشان أنت تلتفت لنفسك قبل ما تموت، يعني تلاحق عمرك. طبعا الإي جريد مفيد للناس اللي ماشيين بعد حتى في الطريق الغلط، اللي في بعض المواد اللي يعني يعالج الكبد، يعني أرجو فاهمين إيش أقصد. الناس اللي تستخدم البلاوي ذي تأثر على الكبد، على الأقل يكون عنده شيء بالانسي يعني يوزن له، مش تشجيع، ولكن الله يهديهم ويهدي الجميع ويهدينا للصالح. اسمها مكان هذا مسلم
وكلنا كلكم خطاء، وخير الخطاء وخير الخطاؤون التوابون. هذا شكلها بشكل عام احبتي، ما تلقونا ان شاء الله في معرض حتى. راح نرسل 5 خلايا مبدئيا، وراح نعرض اسعارها هناك. راح تلقون السعر عند الاخوان، سعر معقول. سمك الخلية شوفوا، ها 5 سنتي، سوري 4 سنتي، من تحت 18 سنتي بليوت. هات الغطاء، الغطاء من فوق 18 سنتي، تحت فلين. هذه الفتحات للتهوية 4 لنزع الرطوبة شتاء، وربما تنجح حتى في البحر، في المناطق البحرية. يعني يحتاج اللي بيجربها يشوف، إذا احتاجت فتحات سفلية أو يتواصل معي. أنا ما عندي تجربة في المناطق البحرية حتى أكون صادق معكم. تجربتي في مدينة العين، طبعا هذا فلين مقوى 1 سنتي تقريبا، 1 سنتي ولا 2؟ 1 سنتي. منك 18 ملي، هذا 28 سنتي، ومني 2 سنتي. يعني البرد ما في برد ولا في خوف على النحل. هات الغطاء الداخلي، شوفوا مع الغطاء الداخلي تدفئة كاملة للنحل. في الشتاء تبغى تشيك على الخلية، ارفع بس الغطاء شوف من فوق. هذه الفتحة بإمكانك تفتح هذه شوي، يعني لين للنص، أو تفتحها كاملة إذا حبيت. وتكون التغذية في الشتاء إذا احتاج النحل تغذية تحطها هنا تغطيها. أول ما تخلص التغذية تحط الثانية، يعني تحط التغذية مثلا العجينة، وفوق العجينة تحط قماش، بحيث أن لو مثلا فوطة صغيرة أو شيء تدفئة في نفس الوقت، وتحافظ لك على العجينة. لو لا سمح الله خلاص كله النحل ما يقدر يطلع يمين يسار، ليش؟ لأن القماشة موجودة فوق. فأنت ما عليك فيما بعد إلا تحرك القماشة وتحط العجينة اللي بعدها. نجحت عندنا نجاح بامتياز. أنا أسميها خلية المستقبل إن شاء الله. درجة إنضاج للعسل غير طبيعي، شيء خيال خيال. يعني اللي جربها يوم سوينا خلية الشهد، ارفع شوي هنا، وين حاجز ملكات؟ ركب حاجز ملكات، قايل لك خل خلية كاملة يا ولدي، ما تسمع الكلام. ايوه ركب حاجز ملكات. المهم البراويز الأربعة، وسألوا أبو سلطان جربها، نحال أبو سلطان شامسي، وعندي أنا نفس الشيء. البراويز الأربعة الأخيرة هذه أول سويتها حضنة، والله يا جماعة المسلمين آخر شيء شليتها كاملة مشموعة مختمة عسل، خلاص قفلت. قام اللحن اللي يسابق الملكة، ما طلعت الحضنة يسابقها على العسل. 4 براويز مختومة عسل، فيها ما لا يقل عن كيلوين، ومني الباقي كامل شهد. في بعض الخلايا البلدي انزرقت من هي بطنها رقيق، لأن نحن نجهز لهذه الخلايا قبل ما صنعتن من موسم الشتاء، يعني من بعد عبور الشتاء نجهز حوالي 500-400 ملكة ملقحة أصيلة، بحيث أن لما يجي الموسم ما علي إلا أنزل الملكة بنحلها، وممكن أقويها مرزوم بس، ولله الحمد. فإن شاء الله بتلقونا في محلنا في معرض حتى العسل. راح نرسلها نحن الحين العصر، عندنا صلاة الظهر إن شاء الله، من بكرة بتكون موجودات 5 خلايا تقريبا. واللي حاب يطلب يشوف ويشتري، أو حاب يطلب زيادة يخبر الجماعة اللي هناك بالكمية اللي يباها، 1، 2، 3، 10، يعني اللي يبغى يطلب. وثاني يوم بسيارة بتطلع مني، يجمعون الطلبات وبيوصلونها لكم هناك. وفي المستقبل اللي يحتاج يتواصل معاي، إذا يبقى كميات كبيرة منها نحن نصنعها، ونصنع كل شيء بدقة الحمد لله مثل ما أنتم شايفين. تقبلوا تحياتي، هذا ما عند الله، هذا ما عندي وما عند الله خير وأبقى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.